مو سؤال. طقس الصيف مستقر عم بيسيطر على اجواءنا للايام اللي جايه ولا بكره جونا قليل لغيوم الى غائم جزئيا، ودرجات الحراره رح تتسجل على الشكل التالي. نبدا جولتنا مع كاروا 29 درجه، 32 بطرابلس، 31 بالعاصمه بيروت وايضا بصور. بننتقل الى بعلبك مع 33 درجه، 25 باللقلوق، 31 بزحله و29 بجزين. نسبه الرطوبه عم بتسجل اقصاها على السواحل 80%، رياح اتجاهها جنوب غربي، وعم بتسجل سرعتها 30 كيلومتر بالساعة، وحال البحر هادي. كيف رح بكفي طقسنا للأيام اللي جاية؟ إذا لبكرة جونا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا، ودرجات الحرارة على السواحل عم تسجل أقصاها 31 درجة. تستقر على ال 31 درجة مثل ما عم نلاحظ من نهار الأربعاء لغاية نهار الجمعة، وجونا صافي قليل الغيوم إلى غائم جزئيا. هون نوصل لختام نشرتنا، أنا بلاقيكم بكرة بنشرة جديدة، تصبحوا على ألف خير.